كما تعلمون من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فنسأل الله عز وجل أن يبارك في المتصدقين والمتصدقات اللهم داو بها مرضاهم وارحم بها موتاهم اللهم طهرهم بها من الذنوب اللهم بارك لهم في أبنائهم وفي نسائهم وفي أزواجهم يا رب العالمين اللهم بارك لهم في أرزاقهم وأموالهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى أصحابه أجمعين. Voilà, je présente brièvement la mosquée de Carrières-sous-Poissy. Et comme vous voyez la mosquée, grâce à ses fidèles que vous la voyez aujourd'hui, avec un sous-sol total, un rez-de-chaussée, un premier étage et une terrasse. Donc ça fait une surface de 4000 m². Mais pour finir, nous avons besoin encore beaucoup d'argent pour terminer tout ce qui est décoration, tout ce qui est électricité, tout ce qui est raccordement, tout ce qui est en fait pour faire fonctionner en fait la mosquée convenablement. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons appel à la générosité des bienfaiteurs pour pouvoir justement terminer cette mosquée. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salamu ala rasulillah. Nous sommes dans le masjid Karrier. نحن في إطار بناء هذا المسجد إن شاء الله بيت الله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ونتمنى المساهمة والمشاركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع يجرين للمسلم وهو في قبره ومنها من بنى بيتا أو من بنى مسجدا أو حفر بئرا أو ترك ولدا يستغفره يعني سبع فنحن في قبورنا وصيرنا تواب هذا البيت تواب المسجد وكما تعلمون أن في هذا المسجد إن شاء الله ستكون مدرسة للأجيال لأبنائنا والأجيال القادمة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا فها نحن ندعون إلى عمل الخير ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه والله الغني وأنتم الفقراء